بينما كانت تتحدث المعلومات عن وصول شحنة قطع غيار للمحطة الكهربائية إلى ميناء العاصمة، كانت أغلب مرافقها الصحية ومنشآتها الخدمية تغرق في ظلام دامس. المكان مستشفى الجمهورية، الزمن منتصف الليل كما توضح هذه المشاهد، الذي لا يحتاج الوضع القائم فيها إلى مزيد من تقديم الدلائل والبراهين أو إلى تلخيص بطاقة تعريف أكثر من هذه الحالة التي وصلت إليها المرافق الخدمية في المدينة. فيكفي أحياناً إن أردت أن تتعرف إلى حالة مدينة ما أن تزور مرافقها الصحية. وعدن خير دليلنا اليوم عن الشروخ التي يطال وجه البلد، العاصمة المؤقتة. تردي الخدمات آخرها انقطاع التيار الكهربائي الذي يمس كافة جوانب حياة الناس اليومية. أحياناً تكون مضطراً لتقديم الواقع وإن كان أسوداً مطموس المعالم إلا من بعض الأصوات ومحاولة مواصلة العمل في أسوأ الظروف والأحوال. السلام عليكم. هنا قسم الجراحة، وفي الجهة المقابلة غرفة العمليات. أما الطوارئ ففي آخر الممر، لا شيء يمكن تلخيصه أبعد من هذه إلا توزيع المرضى المضطرين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت أي ظرف، ولو على أضواء أجهزة التليفونات وتحسس الحالات القادمة للعلاج. لكن يبقى السؤال، هل تصل هذه المشاهد إلى السلطة المحلية بما فيها الحكومة الشرعية المعنية بكل هذه الأمور؟ إذ أثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر وغير مباشر على حياة سكان مدينة عدن وضواحيها، لتظل الجهات الرسمية تتبادل الاتهامات حول من يقف وراء هذه الحالة ويغرق الظلام المدينة. يمكن إذن التعايش مع الظلام، لكن ماذا لو كان داخل مرافق صحية وعلاجية كما يحدث الآن هنا في المستشفى في العاصمة عدن، التي تكابد الخروج من هذه الحالة بأكثر من طريقة، لكنها كل مرة تستفحل أكثر وتسوء الأوضاع فيها بشكل لا يسر. فلا يمكن هنا أن تشعل شمعة، ولا يمكن أيضا أن تلعن الظلام، فلا المكان يستوعب مثل هذه الحالات، ولا التخلي عنها يوفر فرصة المغادرة إلى مكان أفضل.